لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلعب اليوم لعبة محاكي الميكانيكي، وهذا أول جراج لنا. أوتو بادي أند بارت، هذا محطة الوقود. نشوف أي طلبيات موجودة معنا. أنا ما عندي فكرة كبيرة في الميكانيك، بس نتعلم. كادلك سيدان، طيب استلم الطلب. هذا هو أول زبون لنا. سيارة تعبانة كثير، حالتها تعبانة كثير، ناخذها للرافعة الأولى. سيارة جميلة، عندنا باص ممكن راح نصلحه يوم من الأيام، ليش لا؟ طيب الأشياء الموجودة معنا، عندنا حاسوب، آلة تغسيل، عناية، صندوق العدة، هذا إيش؟ ضغط. نتأكد من حالة المركبة، ايش الاشياء محتاج تغييرها؟ هذا فلتر زيت، مضخة وقود، فلتر هواء، فحمات واطارات. اول شيء الزيت، نرفع السيارة الاعلى. هذا مصرف الزيت، نقل مصرف الزيت رافع الأولى. كيف نستخدمه؟ نقل استخدام، بس زيت بسيط، زيت بسيط. طيب نقل العدة، ارجع. طيب حاليا متبقي نغير فلتر، على ما اظن الفلتر راح يكون هنا، فلتر الزيت. بالاول نضيفه عندنا في السلة، بعد ذلك نضغط اكس طبعا في السلة، سلة التسوق. طيب نفتح سلة التسوق تاب، ليش ما انضغط متجر رئيسي. طيب هنا فتح، ايوه هذا. قيمته 15 سيارة، عندنا 10,000، مو مشكلة. وضعية التركيب، ركب الفلتر الجديد. بعد الأشياء المطلوبة فحمات. طيب ما هو فلتر، يحتاج فلتر الهواء. هذا ماكينة كاربيتر قديمة كثير، ولا هذا الشيء. اوكي تركيب، ايوه سكوب واحد بس. طيب الاول نضيفه في القائمة، نضيفه في قائمة التسوق. حاليا تفكيك، اين الحاسوب؟ الفلتر، فلتر واحد قيمته 40. طيب تركيب، نركب الغطاء، دن سكروب او برغي، اسمه برغي. طيب ايش الاشياء مطلوبة؟ سفايف اللي فحمات على الاطار. هذا فحمة سفايف. اول شي نطلع كليبر، كليبر او كليبر مو مهم. اوكي نطلع الفحمة، اول شي نضيفه في القائمة. نحتاج فحمتين، يعني هذا التايرة الاولى والثانية. يا ليت البرغي كذا يتفصل بسرعة السيارات، يا ليت. طلع كلبر،
بدنا 2 سكروب كذلك فحمة. خلصنا من الفلتر. فلتر هنحتاج هذا فحمة فرامل 2 شراء. بس قبل لا نركب اعتقد نحتاج حالة مركبة. طيب نحتاج 4 اطارات يعني، بس نركب الفحمات دون اطارات. نعيد تركيب فحمة جديد كليبر 2 برغي او البراغي مجموع الله اعلم. برغي براغي طيب. نتعلم لغة عربية شوي شوي نتعلم. لا قلنا ما ركب تاير. اوكي نطلع مرة ثانية التاير. لأننا نحتاج نغير 4 إطارات بالأساس. بس هالمرة نطلع هذا الإطار. عقلة؟ لا. إطار قياسي نضيفه في القائمة. نضيفه في القائمة؟ أيوة. طيب. ايش هذا صاير؟ كيف نبطل هذا؟ كيف نبطلهم؟ اوكي موجود هذا عندنا. انت بعد طيب ليفل 14 ولا ليفل 40 اسمه؟ طلعنا هذا التاير، طلعنا التاير الثاني. طيب العجلات إذن الحين ناخذنا عجلات 4 عجلات. قائمة التسوق القياسي ما متوفر عندكم في السوق؟ ما متوفر؟ أفا اوكي مرة ثانية نتأكد. عودة هذا إطار محتاج إطار قياسي نحتاج إلى 4 3 4 مقياس. كم كان القياس؟ اعتقد 15. 15 الابعاد 175. لا العرض 175 والابعاد راح يكون كم كان الابعاد؟ خمسة وسبعين. متأكد مرة ثانية. 215 75 15. العدد انا ايش فيني الحين؟ صار 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 في الدنيا. 15 175 نسبت الابعاد. انا ليش انسى بسرعة؟ ليش انسى بسرعة؟ رنك 15 ارتفاع 75 الاطار 115. اوكي خلاص ان شاء الله ما ننسى مرة ثانية الحين. اوكي هذا سريع. 4 راح يكون 15 215 وبعدها راح يكون هذا 75. ليش 5 اطارات 4؟ طيب شفناهم اربعتهم. وين مكان التركيب؟ عشان نفك الاطار الفصل الاول. اول ان شاء الله بعد هذا اللعبه راح افتح لي ميكانيك. خلاص راح اكون محترف في الميكانيك. اي حد عنده سياره
يريد يركب سيارة، يريد يصلح سيارته، يريد يسوي أي سيرفيس، حاضرين حاضرين من عيوننا التنتين. ناخذ هذا تثبيت. لا بعد عندنا إطارين. فصل. بسرعة بسرعة بسرعة. إيش هذا؟ طيب أخذ. بعد عندنا إطار واحد. فصل. أيوة هذا. بس تعلمت شيء جديد اليوم. أخذ. طيب ركب إطار تثبيت. إطار جديد. الرين قديم بس الإطار جديد. أخذ. نركب التثبيت. الإطار الثاني نكون شغلنا سريع. نركب هذا بالأول. نزل التاير. أيوة يا ليت ميزانية سهلة الإطارات. طيب أخذ. أخذ تثبيت. إطار آخر. وزن. أخذ تثبيت. لا صرت خبير، صرت خبير في هذه الأشياء، أشياء المركبات صرت خبير خلاص. أخذ أخذ. أعتقد بعد عندنا تاير ثاني. خلاص خلصنا. أوكي باقي ميزانية. وزن. الميكانيك سهل، طلع عندنا سهل الميكانيك. ليش نروح الورشة ونغير؟ خلاص خلصنا ونغير ندفع فلوس. ليش ما نسوي بنفسه في البيت؟ تركيب. مركبة القديمة اعتقد. اوكي تركيب. ايوه هذا الجديد. التركيب. الطار الثاني تركيب. العجلة. ليش البعض البرغي في اللون أصفر وبعض أخضر وبعض أحمر؟ مو علينا ما علينا، أمشي نسلم سيارة أول زبون لنا. تركيب. اللي بعده اللي بعده اللي بعده. فقط بقى إطار واحد. تركيب تركيب. ما ركبنا الفحمات. أنا أقول وين ناقص شيء عندنا شيء. طيب ركب كلبر. تركيب. دن. ايش باقي؟ ايش حالة مركبة؟ ركبنا مضخة وقود. ما ركبنا مضخة وقود. طيب مضخة في الوراء اعتقد. في الوراء المضخة تكون هنا. وين المضخة؟ هذه مضخة وقود. نضيفها في القائمة. سلة التسوق. ليش انا اسميها قائمة؟ سلة التسوق. خلصنا من هذا، خلصنا من هذا. نحتاج هذا. ما موجود. ومكان ثاني هنا. مضخة وقود. طيب ناخذها. 120. أنا خلاص صرفت تقريبا 1000 الحين عشان هذه السيارة. تركيب. طيب خلاص خلصنا حالة مركبة.
ايش بعد؟ تغير الديت، قم بالصرف القديم، تعبئة الجديد، مهمة إضافية، نغير الزيت. نحن طلعنا الزيت بس ما ركبنا الزيت جديد. وين الزيت يكون؟ نظام تبريد، ايوه هذا هو ده. طلع الغطاء، بس يكفي؟ اعتقد يكفي. اوكي، بعد مطلوب عندنا نغير السائل. افراغ، لا لا، اول شي نطلع السائل اللي داخل ادوات الفحص، ادوات الصرف. اول مرة اعرف في ادوات صرف، العادة نطلع من تحت وخلاص. طيب نطلع هذا، ليش يخسر فلوس؟ عشان ماي للزقاق الامامي. اوكي بعد، بس كفي كفي. اوكي اوكي خلاص كفي. زين، باور ستيرنج بعد يحتاج تغيير. لا بالاول صرف، الوقت اداه صرف. الحين نعمل الزيت، سائل باور ستيرنج. ليش بعض الزيت لونه احمر البعض ازرق؟ هذاك ماي يعني ازرق الماي، بس يكفي؟ يكفي ولا ترسه كامل؟ خلاص ما علي، نعطيه زيادة. ايش بعد باقي؟ ايش باقي عندنا؟ خلصنا من هذا. هذا البريك، أداة صرف. خلصنا، الحين راح نعطي للفرامل. ايوه هذا الزيت لون اصفر، ليش؟ ليش كل زيت لون معين؟ ليش ما يكون كله لون اسود؟ خلاص. او بعدين الناس ما تفرق بينهم. اعتقد خلصنا. وتجميع رحالة مركبة، خلصنا من هذا الزيت. خلاص خلصنا. نزل السيارة شوية تحت، احتاجنا تنظيف، عندنا أداة تنظيف هذه. نقل رفع الأولى، هات استخدام 150. التنظيف داخلي فقط مش الخارجي. الخارج من هنا، نظف الخارج. صندوق العدة، هذا بناء مغسلة، راح نبني مغسلة. كيف نشتري الحين؟ انتر، اخذنا المغسلة، انتقل نقل سيارة، المغسلة سيارات. هذه هي السيارة، ايوه هذه المغسلة الجديدة. لا لا، هذا غسيل خارجي، مو فقط تغسيل. يا سلام يا سلام يا سلام، انت سيارة حلوة، الحين صارت احلى. طيب ممكن نجرب سيارة ولا؟ قيادة، تشغيل، الصوت، اشتغلوا اشتغلوا. يا سلام يا سلام، نقرب مضمار كبار، نقرب السياقة. ممتازة السيارة، ممتازة. لا لا لا، ندعم كسر سيارة، لا تجيب الهاند بريك.
نجرب هاند بريك هنا. كأننا كسرنا السيارة. باقي اختبار الفرامل. اختبار الفرامل فشلنا فيه. خلصنا. حالة مركبة كثير تعبانة، بس خلاص خلصنا من السيارة. خلاص الحالة. في أشياء مطلوبة ثانية؟ انهاء الطلب. السلام عليكم.